أنا جالس أفكر في موضوع اللاموضوعية. كيف يعني؟ يعني اللامركزية في الموضوع. يعني ما تكون حاصر نفسك في زاوية معينة، ممكن أنك يعني عندك نبوذ كثيرة تقدر تطلع منها صح؟ يحاول أنك تجرب حاجة أنت ما قد سويتها. فعلا مثلا حاول أنك أنت قد شقلبت؟ لا ما جربت ما جربت؟ لا لا ما دام قد شقلبت لا بجي. وش الحاجة اللي ما قد جربتها؟ طمرت ما الحاجة اللي ما قد جربتها إني أطمر فوق الطيارة بأسرع. أوه. جرب شوف، هنا فكرة للتجربة يعني خليك خارج الصندوق. طيب بالله على النبي دقائق لو سمحوا وقتك لازم تأكد دقائق. أنت تبيها مني ولا تغنيها؟ منك بس بحمسك. يلا لا غنى، أنا أدري إنك إذا قلت تبيها منك يعني أنت بتغني. لا والله غنى والله. لا والله الله العظيم عرفت اللي يقول غصبني وتغيصب؟ لا هلا والله إني طالك يا خال. تكفى لا خال يا خال حبيبي ترى اللي مسوي شيء ما يلا ايه بس لا تأثرون واجد عشان لا ابشر ابشر. دقايق لو سمح وقتك دقايق تيرارارم ترى تيرارارم هذا يعني انا مشتاق لك بالحيل ضايق تيرارارم. لا يقول والله هدالك اسمحي لي الغرام اسمحي لي الغرام العذي الوجه السموح اللي زمت الصمت او حتى لبست الأقنعة. يا سلام يا سلام. جود إيمانك جود إيمانك بقدراتك ولا تسخيها، واعرف سلام أن الحزن ما يبعده غير الفرحة. يا سلام. والعلوم اللي تردد لا تسمع فيها، خلها على ما قال وتعطي المشرحة. سلام. لا ترى في طريقة جديدة. أيوة. طيب أنا أبي منك أطلب منك شيء. آمين. وانت رجال الكفو. تسلم الله يطول عمرك. بس ما ادري كان تحضرك وتحضرك ولا ما تحضرك؟ تحضرني واحضرها الكوفي. اللي يقول يا مجرمة في الحب خافي ربك. انطلق. ترى ضربات الغرام تعور. الله. وان قام تيار الغلا يلعبك وصاب الكرور الحاكم المتهور. سلام. والله ما جيت اعاتبك واسبك. ولا جيت اتكي في الكوفي واصور. ما جابني الا غلاك وحبك ولا يومني جاي وش ادور. يا سلام. انا من اشد الناس المعجبين بك. تدري ابو هذا وش تدري اني كنت ارسل لك قبل ترى قبل كنت ارسل لك في تويتر ترد علي. بس وش كان اسمك؟ عبد المجيد نفال وعبد المجيد ديار. عبد المجيد نفال. ترى عبد المجيد نفال بيجي له انا عندي احساس اني بلقاك يوم من الايام في القنوات العالميه مقدم، لان عندك طبقه التقديم والله العظيم. يا عبد المجيد اول شيء نظره عيونك هذه تربك الخصم. ايوه. ثاني شيء حضر صوت الرينج روفر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم في هذه الليله في حلقه في سلسله من حلقات عمر بن هذال. كذا والله العظيم لو في قناه الحين انهم يجيبونك يقولون يا اخوي عندك فخفلي عندك طبقه الروج رايز ولا بس طبقه؟ انا احب الانسان يرفعني. لا والله رافعك الله والله يا ابو نفال. عندك طبقه الروج رايز ولا بس الرينج روفر؟ كيف بسم الله هذا ما تنفع لي. جرب طبقه الروج رايز. في ايش اجربها؟ في الصوت الحين سمعنا طبقه الرينج روفر. يقول الغايب اللي غيابه لخبط اوراقي. الله الله الله. الغايب اللي غيابه لخبط اوراقي يا ليت صلى استخارة قبل المرواح. من عقب مقفى من اكمل يا اخوي. الغايب اللي غيابه لا ما بتعيد اكمل بجيب صح. الغايب اللي غيابه لخبط اوراقي. الله. يا ليت صلى استخارة قبل مرواح من عقب مقفى احس احتاج لي راقي ما ذقت نوم الحنا ما استلذذ الراحه. الله السلام. طيب عندنا طبقه الكامري 2012 ولا ديدسن. يا لا دنيا لا دندانا يا لا دنيا لا دندانا. لا والله شوف انت عبد المجيد خليك بس على طبقه الرينج روفر هذه انا ارشحها. انا اشوف الرنج. شوف ابوجه بعطيكم معلومه صحيح كلام مهذب وينو اخذ برايك.
والله نقول صادق. ولا والله المقصود فيكم الاثنين مو مقصود، لكن حاول دائما انك يعني مثل ما تقول ولا خلاص. انا طالب فوتبول. ها طيرتك كذا والله الكلمه اللي تشتهي منها بدها. حاول انك انت تكون انت ما تكون غيرك، فهمت علي؟ يا سلام. يعني طيب. يعني غيرك كيف؟ صح في اراء ايجابيه مثل ابو هذال يعطيني راي ايجابي. بالله يقدم ابراهيم طبقه رينج روفر يلا. كيف؟ الان انت في حلقه في قناه مرموقه وبتقدم حلقه. طيب. النظره بس اعطى النظره كذا والجلسه كذا كذا بسدد على طاوله. يلا ها انت على طاوله بما انك انا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما سعد الله أوقاتك. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه الليلة ليلة شعرية جميلة جدا. ما عندي إعداد، ما عندي يا أخو يصبر أكمل. إيه نستضيف فيها وإياكم الشاعر المخضرم عمر بن هذال، وخلنا نسمع من القارئ إبراهيم ايضا. ومعنا القارئ ابراهيم النجاح. مرحبا. ارحب بصوت الرينج روفر. بالله يا شيخ اسمع صوت الرينج روفر. كمل 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 يا اخي. طيب مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يشرفنا هذه الليله عمده هذا المنتجع، عمده برنامج كاريزما، محمد حسن العرجاني. ايضا يشرفنا كذلك ركان العرجاني، ركان بن ملهي، والشاعر عمر ابن هذال، والقارئ أيضا بارك الله في إبراهيم النجاشي. أهلا وسهلا بكم ونورتمونا هذه الليلة. الله يعطيك العافية. عبد المجيد الذيابي عطني شيء اسمه فيها الزعيزعي. الزعيزعي أول الأسئلة تكون لديك أنت، عندك أنت يعني. نادني عدل. أول شيء الشيخ العمدة محمد الشيخ العمدة المنشف، الشيخ الكفو والنعم ومع له زود وأطلق واحد أطلقت الرنج روفر يا أخو. الشيخ الكفو اللي أخذ العمادة بحب خشوم ولا بدق خشوم، رجل يعني ما شاء الله عليه. محمد الزعيزعي، محمد الزعيزعي أهلا وسهلا فيك. حياك الله. كيف مو بكيف، لابد أنك إذا بغيت شيء أو إذا لديك هدف تواجه عقبات. السلام. كيف عديت هالعقبات التي أمامك بالعلم أنك مريت ببرايمين أتوقع، وكنت في إحداهما على شفا من حفرة من الخروج، وفي اليوم التالي أصبحت العمدة، يعني انقلبت الطاولات سبحان الله. كيف صار هذا الحدث إبراهيم محمد؟ حياك الله يا أخ عبد المجيد. طبقة والله الله يحفظك. هذه العقبات ما حسيت فيها لأني قصير ودخلت من تحتها. شايف شيخ حمد يا الله. لو أني طويل زيك بلشت في العقبات. نعم لكن تعرف أنا إنسان نشقحها طبقة الرينج روفر. نشقحها الله يطول بعمرك. الله يسعدك يا رب. ما عرفتني أنت منو؟ معك عبد المجيد بن نفال الله يحفظك. حياك الله. حياك الله. من قناة الواقع من برنامج كاريزما. بيستضيفك الليلة طال عمرك، ويبي ياخذ من 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 طال عمرك قصصك ومآثرك العظيمة اللي فتحت من خلالها الرؤوس والآذان لتصل إلى الحناجر الذهبية. ما أدري وش دخلها طال عمرك. أنا تأثرت بك أكثر منه يا حبيبي، ومستضيفين كذلك الرجل هذا زين. قالك يا كلمات يا طويل العمر. يا طويل العمر بس الرجل ذا غطس في حبر أخضر قبل لا يجي، فنتمنى أنك تشوف الحل الله يسلمك. حبر أخضر ولا أزرق؟ طويل العمر العمدة. والله عمده دم خفيف يا عمده. اضحك. لا هذا بالله تمر اسمع بحكي ترنج روفر ترى عنده الله 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 يقطع شيطان معاليكم الكريم. هذا ايش في جالس كذا؟ طال عمرك انا وزير الشؤون الاسلاميه وهذا وزير الشؤون الاسلاميه جالس عدل الجلسه انت امام العمده. قول لي كم الساعه؟ عدل الجلسه. كم الساعه؟ الساعه طال عمرك 11:30 الله يحييك. وإذا كانت مش 11 لا بس يعني شنبك داحة حلاهولك. قل شنبك داحة حلاهولك. شنبك داحة حلاهولك. طيب قل صعبة ما تستصعبهاش. قل يلا صعبة ما تستصعبهاش. بسيطة ما تستبسطهاش. أنت قلتها قلها يا أخوي. بسيطة ما تستبسطهاش. لا لا بعطيها صعبة. قلها سرعة. قلها قل ما زحلقت لكش الشقة. ما زحلقت لكش السكة. شكل ودك ترقد الله يحييك. لا وسهلا هو وانا رجال مسؤول عن وقتك. فما عبد المجيد لبيه
الشخص هذا غلط علي. لا عفوا يا عمر بس انا اقول لك يعني لو تنام افضلك لما يسوي له اختبار لا 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 ابيك تشيله انا ودي طال عمرك اجهز لك. تعال يا ابراهيم طال عمرك ابراهيم معروض وعنده اوراق عندي قصيده طال عمرك اذا تسمح لي اقولها. يلا تفضل اذا تسمح لي. عطى صوت الرينج روفر. عطى صوت طويل قدمه 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 صوت الرينج روفر طويل عمر. سم طال عمرك اطلع اطلع فوق الكلب عشان يشوفه. لا عشان خطوك بس انه قصير هو. لا انا اللي عشان اكلمك انا ما قمني بسامعك. سم طال عمرك صرت اطول منك. حسستني باحساس جميل اول مره اشوف. الله يطول عمرك ارفع قدرك لقم طويل عمر. ايه صرخ لي اواجهه. ليش مبتسم هو كذا على طول؟ والله من يوم ما شفت وجهك طال عمرك. من يوم ما شفت وجهك هذه كانها سبه. ابس 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 طال عمرك. انا رجال مقبل على عرس. مقبل ولد من مقبل انت مقبل اضحك نفسيه انت في حضره العمده ورجال غلى علي المهر. غلى 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 ولا هلا كوميدي اسلم. فاقول لك كتبت لي قصيده. كتبت ولا مساعد؟ اذا جيت في حضره طويل العمر من الحين ما يسمح لك على طول تبدا في القصيده. لا تقعد تقول. لا انا بقول له حكايه القصيده. لا تعلم الحكايه. الحكايه العلم حكايه ولا قصه؟ شكلي ببدا فيها. طويل العمر خله بزياده. تبغاها بلحن يا طويل العمر ولا ساده؟ لحم ولا دجاج؟ حلو زهره. طب ساده ولا سامجه؟ طقه 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 ما يسمعك انت. طقه عبد المجيد صح. حزين حزين طق بالجدار. اجلس 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 في 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 هذا لابد اجلس. هولي لك كاريزما هولي لك كاريزما هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم لازم لازم, لازم, لازم ضروري